طيب، تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما السادة الأفاتارات في كل زمان ومكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن هنا من سجن النساء أم درمان، امبارح كنا في سجن أم درمان اللي هو بتاع الرجال اللي أنا كنت فيه، وما يعني ما قدرنا نطلق من بعض التعقيدات الإجرائية كده نقول عليها، لكن بحمد الله تعالى اليوم تم إطلاق سراح عدد مقدر إن شاء الله أكثر من 11 من النساء، منهم يعني الكلام ده هنا سجن أم درمان يعني معروف في أم درمان هنا، منهم زي يقولوا في 50,000، في 70,000، في 60,000، في 100 وهكذا، كويس. وكل الحاجات دي يا جماعة موجودة في الإيصال بتاع منو، لكن الإيصال بتاع الجهة اللي تبرعت بالنسبة لنا نحن كشباب. أهلا يا فرح، حياك الله، اللي تبرعت بالنسبة لنا نحن كشباب واستجابت للمبادرة اللي كنا أطلقناها في العيد الفات، عيد رمضان أو عيد الفطر المبارك. كان اتكلمنا عن إنه يا جماعة في ناس يستحقوا إنهم يطلعوا، كويس، وإنت قد ما تشعر بالحاجة دي أو قد ما تشوف الحاجة دي، لكن لما تعاين وتلقى زول أو تلقى امرأة حامل ومتم بعد الحمل، متم يعني زول خلاص فضل إلا الوضوء، وتشوفها جاية طالعة، يا دوب هنا بتعرف قيمة إنه العمل، إن الله كويس لا يضيع أجر من أحسن عمل، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، البتة ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيع أي عمل، كويس. ولا وفي أسماء كثيرة جدا، نحن هنا سجن أم درمان يا هذي، كويس، دي لافتة السجن. واحد بيقول لي أنت مالك متعب نفسك كده، أتعب نفسي؟ كيف ما تعب نفسي كده؟ وأنا زادي تعبت عملت شنو؟ أنا أطلقت مبادرة واستجابوا لها ناس أستاذ حافظ، وأنا زادي ما عملت حاجة، كويس. لا تعب نفسي طوالي ونتعب وكده، ومن اجل انه ارتاح، لما انا اشوف نفسي انه قدرت اسير زيرو 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 في المليون، كويس، وانا ما عملت شيء، وللمره المليون ما عملت شيء، ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اشوف لو ان داير العبد ده يعمل حاجه للعبد، بيجيبك من هناك مرغوم ولك كتر خيرك. العاده دي علمني لي ابوي من انا شخصيا من صغير، كويس، من انا صغير علمني انه حته انه لما ربنا داري يفكك من مصيبه ولا داري يجيب لك حاجه، بيجيب لك العبد زيك في محلك، يدفع يتكلم، المهم بيفكك منه. وهسه الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بانه نفك الناس دي، امرنا بانه نفك الناس دي، ما فكيناهم نحن، ده ربنا اللي قال فيكم، خلاص الامر من الله، كويس. فما بحاجه اسمها تعب، انا ما بعمل كده عشان اجي منها حاجه، انا ما بعمل كده عشان القى منها حاجه، كويس. الكلام ده قاموا به شباب استجابوا للمبادره، قاموا به شباب في الولايات المتحده الامريكيه، جابوا 3000 دولار وقالوا يا اخي تجوا وتدعموا، خلاص قالوا يا اخي نحن ال 3000 دولار دي يا جماعه تعالوا نفك الناس دي، دعم الخير. مصعب برضو تحياتي معاك، ومحمد الحسين ود العباس الشاعر الفحل لك التحية، بارك الله فيك، جزاك الله خير، والحمد لله عمل خير، والعمل ده عمل يعني عظيم جدا جدا، وربنا ان شاء الله يجازيهم ويكتب لهم في ميزان حسناتهم. ونحن الان في سجن أم درمان، والليله البسمه يعني شفناها في وجوه النزل اللصوا، اساسا اطلقوا سراحهم من النساء عددهم قرابه العشره، والحمد لله يعني البسمه واضحه وفرحه يعني خشت في قلوبهم، ودي حاجه ومبادره طيبه، ونتمنى انه تمشي لقدام. و جزاكم الله خير يا اخي، بالله بس بتمشي، ايوه، بعون الله تعالى سبحانه وتعالى، والخيرين ان شاء الله، وربنا ما يقطع عمل الخير ان شاء الله. ان شاء الله. مصعب مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شباب، ان شاء الله كويسين وطيبين، الاضاءه واضحه ولا امثله كده؟ لا واضحه. ان شاء الله طيبين يا اخي، ان شاء الله ربنا يتكثر في امثال الناس اللي هي قاعده تجيف مع الناس، اللي هي مهمومه بالناس، اللي هي يعني همها الاساسي انه
أهمها الأساسي إنه يعني زي ما تقول خدمة البشرية وخدمة البشر وإلى ما ذلك. الحمد لله رب العالمين في مبادرة يمكن أطلقت عن طريق أحمد الضيب وشارة في صفحته القديمة قبل ما تتقفل، والمبادرة كان عنوانها إنه في ناس في السجون عندهم قروش عندهم حاجات يعني ما يرتكبوا أي ذنب، بس كان عندهم مجرد إنه زول مثلا يتدين ما قدر يرجع ما قدر كده. فالحمد لله في شباب يتعاونوا في الموضوع ده ويتوفرت مبالغ ضخمة يمكن حوالي 1.5 مليار، وتم فك الناس بشكل كبير جدا جدا من النساء، تم فكهم الحمد لله رب العالمين. يمشوا يشوفوا أولادهم في منهم شايلين بناتهم صغار، يعني المنظر حقيقة منظر صعب جدا جدا والزول قاعد يشوف فيه. دي مبادرة طيبة جدا جدا، تم فك العشرات، وربما بكرة وبعد بكرة حتستمر في سجون تانية. برضه حنمشي على سجن الهدى، حنمشي على سجن كوبر، حنمشي أو سوبا. زي جات مكالمة كده كل السجون دي إن شاء الله الناس حتمشي عليها وحتتحرك عليها. أهل الخير في كل مكان يتحركوا، أنت من أي مكان فيه حاول إنك تقيف مع عمل الخير، حاول إنك تساعد لأنه بلدك دي محتاجة لك بشكل كبير وكبير خالص خالص. حاول إنك تساعد بالحاجة اللي أنت بتقدر عليها، يعني في حاجات كثيرة جدا ما بس السجون. في مبادرة كانت طيبة اللي هي من بعض الشباب، ناس أخونا محمد ود الصحافة، أخونا الأستاذ جنكيس، الناس زي برضو عملوا مبادرات بتاعت نظافة. الوطن ده بيبنى لما أي زول يتحرك، يعني نتحرك لأنه نحن ما شجر، نتحرك لأنه نحن بشر، نتحرك يمين ونتحرك شمال لحد ما نقدر نصل للهدف الأساسي في إنه الوطن يقوم. نحن لو رجينا حكومة تعمل لنا ولا تتحرك معانا، صدقوني هيجي ظلام الليل وما حنلقى حكومة واحدة تحركت معانا. فيتحرك أنت في مكانك، أدعم الناس اللي أنت بتعرفهم، أدعم في كل حاجة مباشرة بشكل مباشر، استهدف الجهة أمشي لها أنت بنفسك. نحن المبادرة دي لما تم إطلاقها عن طريق أحمد الضي وتواصلوا معانا، قلنا لهم لابد من إنه يكون في مندوب منكم يجي يشرف على الحاجات دي مباشرة، وهو اللي يسلم القروش ويسلم الإيصالات ويفكفك الناس. نحن دورنا معاه بنمشي نقول له ده السجن وده كده وده كده وده كده، ويلا نحن معاك خطوة بخطوة ونشرف على الموضوع ده. فأهلا وسهلا ومرحب بك يا أخي شديد، الزول الجميل، الزول الطيب، الزول الرائع أخونا حافظ. ممكن توجه له برضو حافظ شخصية جماعة، هو طبعا اللاعب الجوكر المختفي اللي هو أخونا الكبير يعني حافظ عبد القادر عبد الله. حافظ تحياتي يا أخي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنه يعني يكون عمل لوجه الله تعالى، ونشكر كل الأخوان معانا هناك في مينيسوتا، ولاية مينيسوتا، أفراد الجالية السودانية ساهموا معنا، وبعض الولايات الأخرى. هم أطباء مش كده؟ في أطباء ومهندسين وكده وكلام شكلنا. والله يعني أقول لكم حاجة، يعني أسا حاجة يعني إنسانية 100%. النازل لما طلعوا من السجن مثلا كويس، نساء حمل عندهم أطفال، مدير السجن بيقول لأنه يعني عندهم أسر يعني كويس، فكونوا في مبلغ بسيط يتحلوا ويمشوا لأولادهم ولأسرهم، أعتقد ده بيدعم المجتمع ويدعمنا كلنا، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم، والقليل عن ربنا كثير، وإن شاء الله نستمر في الكلام ده كويس في الفترات القادمة إن شاء الله. وجزاكم الله خير، ومن قالوا يعني جزاك الله خير يعني إن شاء الله ربنا يكفيه. فنتمنى أن المسألة تخلي قدامه كده، وشكرا لك. طيب العفو يا دكتور، انا شايفك تتكلم كانك يعني وانت انت ومعاك الاطباء ومعاك المهندسين والصيادله والجماعه، ما السودانيين كلهم انتوا جمعتوا الاموال دي وجبتوها استجبتوا لمبادره. في كثير سمعها ربما يكون نسى وربما شارك بظهر الغيب، نحن ما نعلم وكده. فيا اخي شكرا لك، شكر كبير يعني من بعد الله سبحانه وتعالى. انا بفتكر برضه لكم شكر الاخوات ومصعب، بعد ما طلعت من السجن نحن سمعنا الكلام ده وقلنا خلاص ان شاء الله نطبق الحكايه. ف يعني بدعوا للخير كفاعلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كويس، ونتمنى انه بلدنا تمشي لقدام والامور تمشي. والله يا جماعه قيمه 2 بيتزا في الكلازون من السجن كده، تخيل 2 بيتزا اونلي. يا سلام كويس، من دومانس ولا بابا جانز ولا يجي كويس، يتفك لازم يمشي يشوف اولاده ويشتغل. وبتكون يعني هسه انا لقيت واحده قالت لي اقسم بالله انا بريئه. عليكم السلام. بريئه وتميت 6 شهور وتحلدون هسه بريئه، قال مسكين والله. صح يعني فخير ان شاء الله يا اخي. شكرا لك دكتور يا اخي حافظ، وعلى سبيل المثال
يعني. ايوه لا 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 الحصر يعني دكتور جمال يعني دكتور كمال من هنا ليه ولا التحيه والتقدير دكتور كمال محمد احمد ادريس من اريزونا ودكتور جمال الدرديري ايضا ليه والتحيه ودكتور الصادق كرم الله من فيرجينيا ودكتور اكرم فضل المولى واخرين وديل كتار كويس ادم فضل المولى دكتور ليك التحيه واخرين وهم كتار يا جماعه وتاني حيتلوم عليكم مصعب وانا تاني بشكر يا اخواننا وبشكر كل الشباب الموجودين كويس طيب اوكي نحن هنا الان الهدف بتاعنا نقول يا اخواننا زي ما طلعوا ديل كم نفر من السجن هنا كويس نجتهد نحن واي شركه بتعرفها اي مؤسسه بتعرفها اي ناس بتعرفهم امشي لهم وخليهم يعملوا نفره يعملوا مبادره يخرجوا سجناء يعملوا توجيه يعملوا اصلاح يعملوا البلد عشان تمشي لقدام بلدنا نعلي شانه يا ناس كويس او سوداننا نادانا ده الهدف وده القصد من هنا انا المصرام ما مخليني اتكلم كثير لكن مرحب. طيب لانه يا جماعه اي ناس عملوا خير لابد من انه الناس تذكرهم اديني اسماء دكتور عبد الرحمن عبد الغيوم دكتور عبد الرحمن عبد الغيوم كانتكي كذلك كتر خير والله كثير جدا جدا وما قصر ووقف ودعم ادم فضل المولى يونس دكتور ادم فضل المولى يونس دكتور ادم فضل المولى يو ان يونايتد نيشن اورجانيزيشن ايوه ديل برضه يعني الناس اللي وقفوا الناس اللي ساهمت يعني ديل الناس اللي فكوا اخواتهم لاحظ دكتور كمال محمد احمد ادريس كذلك دكتور كمال محمد احمد ادريس اريزونا دكتور كمال محمد احمد ادريس اريزونا برضه افراد الجاليه بسودا نعم افراد الجاليه اللي موجودين برضه هناك ديل هم اللي وقفوا وقفه كبيره جدا جدا حق تزغرد اي حواء السودانيه هي قاعده في السجون وفي كده بيجوا اخوانا من امريكا ومن كده ومن كده حق العوائل دي برضه تفرح شديد جدا جدا حتى العوائل بتاعت الدكاتره اللي ذكرت اسمائهم بالاضافه ليك اخونا حافظ عبد القادر دكتور حافظ عبد القادر وكلكم يعني الشكر لكم الكبير وكبير خالص يمكن في بعض الاضافات من بعض الشباب عشان كده اثناء البث لو في اي اضافه ثانيه ما مشكله بس المشروع يستمر لقدام المشروع يستمر لقدام يمكن برضه انا حاشارك بعد شويه في الصفحه بتاعت اللايف ده اتمنى انه تعملوا اكبر كميه من الشير عشان نقدر نوصل للشعب السوداني شكرا لاي زول ساهم شكرا لاي زول وقف المبادره تمت بشكل جميل جدا جدا وبشكل هادي لحد ما جات النتيجه بتاعتها بدون ضغوط اعلاميه او غيره لحد ما اتت بالفكل بتاعتها بانه في النهايه طلعوا المبادره طلعت نساء من السجن وايضا في الطريق لانه يطلعوا بعض الرجال من السجن وكده ناس النفقات ناس شنو يبقى يا جماعه انا بشجع اي زول من هنا ده يكون بس عندك الدافع يكون عندك الدافع والعزيمه والرغبه في انك تعمل الحاجه صدقني بتنجح قول نعم استطيع فانا انسان ولست حيوان نعم استطيع احمد ليك الكلمه والله شكرا مصعب الضي شكرا ان هنا يا جماعه بعض الناس بيقول لنا ما تشغل السوار عن الهدف الشارع يا جماعه ما في زول السجال ما تطلع او قال ما تتكلم يا جماعه دي الناس مسجونين لو فيهم اختك او اخوك لو فيهم خالتك لو جارتك لو عمتك بتحس بيه جينا قلنا الناس يطلعوا هنا ما عنده اي تضاد مع الشارع يعني ولا عنده علاقه انا ما قادر افهم يعني ليه في ناس زي ما بتحب تفهم الحاجه عكس لكن عموما ما نقصده الان او ما نقصده الان هو انه الناس تتحرك كويس الدائره الشارع موجود الناس بتتحرك في الشارع في مواكبها في غيرها امشي للمكاتب امشي للشركات امشي للمؤسسات امشي للمسؤولين امشي خليهم يطلعوا مما للدوله ده نحن محتاجين له خلاص المليارات اللي بتتوزع دي اللي بتقول الدول لفلان حاكم فلان وين 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 وكل شركه تطلع مليار وتطلع شنو نحن محتاجين له هنا في ناس مساجين هنا في ناس مساجين تعال شوفهم عشان دموعك تجري وانا ما ادري اكثر الكلام صراحه لانه الدموع بتجري خلاص فبالتالي نحن احوج واحوج في هذه اللحظات لانه الناس المسجونين ده لسه احنا ما تكلمنا عن ناس ياسر هناك الجريف ما تكلمنا عن المرضى بتاعين السرطان لسه ناس السرطانات ما مشينا عليهم يا جماعه
خلاص ما مشينا عليهم لسه كويس. شكرا لك كثير جدا الاخ حافظ عبد القادر، ربنا يحفظك ان شاء الله ويعلي مراتبك، بانك يا اخي من امريكا ومعاكم دكاتره ومهندسين واطباء وشباب، وتبرعتوا بالمبالغ دي اللي هي 3000 دولار وجيتوا هنا ومرقت ناس ولسه بتمرق في ناس وحتمرق ناس، وكل الارقام والايصالات يا جماعه اللي هي موجوده معاهم الان. نحن ما بنشهر بزول، ما بنجيب صوره زول، نحن من قدام السجن يا هو لايف عملناه من قدام البوابه، ما بنشهر بزول، ما بنجيب نقول فكينا يا هدى فلان الفلاني اسمه فلان الفلاني ساكن بالحته الفلانيه وجريمته الفلانيه ولا ما عمل جريمه، برضه في ناس مظاليم برضه يا اخواننا مهما كان. فربنا ان شاء الله يقدمكم لقدام. شيروا اللايف ده على اعلى مستوى، شير لللايف على اعلى مستوى. والشاعر انا بختم بانه ما كهوي سهل لغياتك سيد نفسك من سيادك. الشعب السوداني، الشعب السوداني الموج الهادر لما يهدر ثاني ما بيرجع. يلا يا جماعه قدام ان شاء الله باذن الله، وحنواصل مبادرات نظافه في الشارع، نواصل مبادرات فتح المجاري والخريف، وحنواصل مبادرات المستشفيات والشوارع والازقه والطرقات والسجون لقدام يا شباب ان شاء الله. وبارك الله منكم، بارك الله عن لكل من شارك وساهم، شكرا لكم جميعا، كثر الله خيركم.